فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس القادرين على القيام يقعد في الركعة الثانية في الفجر حتى يقارب الإمام الركوع فيقوم ليركع معه، هل صلاته صحيحة؟ لا، ترك ركن القيام، لا بد أن يقوم قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة على الأقل، فإن نقص عن قدر قراءة الفاتحة من غير عذر لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا. نعم، ينتبه لهذا. نعم.